وصلنا لختام صباحنا لليوم مع فقرة بتهم كل الصبايا والسيدات أكيد يا نور، وخصوصا هلأ مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. يمكن بالأوقات الأخيرة بنعرف أنه صار في تغيرات مناخية، صار الصيف مثل ما بيقولوا قاسي كتير، الشتاء أيضا قاسي كتير، هذا كله بيأثر أول شيء على البشرة. شو الخطوات اللي ممكن تساعدنا لنحمي نفسنا قدر المستطاع من الجفاف ومن مشاكل أخرى يمكن ما بنعرفها؟ رح نتعرف عليها أكثر ونتعرف طرق الحماية والوقاية مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة هلا الحوش، وهي اختصاصية جميل. صباح الخير دكتورة. صباح الجمال نور. صباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا اليوم. يسعد صباحك. يعني دائما مع بداية فصل الصيف في تأثيرات أكيد سلبية على البشرة للشمس، بس خلينا نحكي عن هاي التأثيرات، نعرف الصبايا اليوم عن هاي التأثيرات وأهمية الواقع الشمسي، وكثير يمكن من الآثار السلبية نحن بنقول مثلا بشرتنا كانت أحلى، نشفت، شو صاير فيها، تعبت، مع انه ممكن ما نكون تعرضنا للشمس بشكل كبير، بس قد ما تعرضنا الى تاثيره على بشره الصبيه. بدايه قبل ما نحكي عن التاثيرات السيئه او السلبيه للتعرض للشمس، هلا التعرض اليومي بشكل كثير منظم قبل ساعات الذروه 10 او 15 دقيقه لاشعه الشمس له فوائد كثير بالنسبه للجسم، بيساعد الجسم على تكوين فيتامين د، وفيتامين د غني عن التعريف بفوائده للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام، بخفف كثير من الاكتئاب. كمان التعرض للشمس مثل ما حكينا انه قبل اوقات الذروه، يعني قبل الساعه 10 الصبح او بعد الساعة 4 المساء، بحسن كثير من الحالة النفسية. الشمس بتساعد الدماغ على انه يفرز هرمون السيروتونين او هرمون السعادة، مشان هيك الناس اللي بيعيشوا بالبلدان الباردة واللي ما بتشوف شمس بصيبهم كثير اكتئاب، قلة نوم، قلق، فكمان بتحسن كثير من الحالة النفسية، معدل التنفس، التروية الدموية. بس بالمقلب الآخر التعرض لساعات كثير طويلة، تعرض لسنين طويلة، بيترك تأثيرات سلبية مو بس على الجلد والشعر والأغشية المخاطية، كمان على الأعضاء الثانية. هلأ مثلا عندك الناس اللي بيشتغلوا مثلا المزارعين أو بالبحر أو بالمناطق الجبلية المرتفعة، هون التعرض لأشعة الشمس بيكون أكثر من باقي الأماكن. هدول مثلا بيكونوا معرضين لمشاكل بالعين، يعني بصيبهم ساد نتيجة هالتأثير التراكمي والسيء لأشعة الشمس. هلأ بالنسبة للتأثيرات السلبية للجلد، هلا فينا نقسمها لتأثيرات حادة، يعني اللي بتصير بعد عدة ساعات أو أسابيع أو شهور، وفي تأثيرات مزمنة تراكمية بتصير على المدى البعيد، يعني على مدى 10-15 سنة. هلا التأثيرات الحادة مثلا، هلا الناس بلش الصيف، المسابح، السولاريوم، بتصير عندنا مثلا حروق الشمس بعد كم ساعة من السولاريوم أو التشميس مثلا بالمسبح أو البحر، بيجي المريض أو المريضة عم يشتكوا حمار، حكة، وزمة، وجع، بلشت بقى عندهم هي حروق الشمس، خلينا نقول بكل أشكالها، يعني في منها بسيط وفي منها بيتطور لدرجات شديدة. بعد مثلا 5 أيام أو أسبوع بتقشر، فبيبلش بقى بيترك هالتصبغ اللي بصير على الجلد. كمان الشمس بتعمل مسامات واسعة، بتفاقم الأمراض الجلدية اللي هي أوريدي موجودة قبل، مثل حب الشباب مثلا، تصبغات، الكلف، النمش، بتوسع المسام، بتعمل مثل توسع شعريات، خلينا نقول على المدى البعيد ممكن تساهم بتقرانات ضيائية بعد 10 سنين مثلا عند بعض الأشخاص المؤهبين، خلينا نقول وراثيا بصير عندهم سرطانات جلد بأنواعها، ميلانومات، سرطانات قاعدية، حرشوفية. هلأ بالنسبة للموضوع اللي بهم الصبايا بشكل كتير خاص، أن الشمس بتعمل أذية بألياف الكولاجين والإلاستين، بتكسرها، فبصير عندهم شيخوخة مبكرة. فشوفي الناس اللي كتير بيقعدوا بالشمس أو كتير بيروحوا على مسابح مثلا، هي بصير عندها شيخوخة، خاصة إذا كانت بشرتها شقرة فاتحة كتير، بصير عندها شيخوخة قبل اللي بتكون سمرة أو ما بتتعرض للشمس بعشرة أو 15 سنة. صحيح. نتيجة هالتكسير بألياف الكولاجين وهالشيخوخة الضيائية، بتلاقي عمرهم صغير بس في عندهم تجاعيد، والتجاعيد عميقة وواضحة كتير. كمان الشمس بتعمل أذية بدي إن إيه الخلية، يعني بتراكم، أو خلينا إحنا نسميها علميا أذية تأكسدية، يعني بتتراكم الجذور الحرة السامة والضارة هيك، فبتصير الخلية ما بقى تقدر إنه تجدد حالها بشكل كتير
طبيعي، فبصير عندهم كمان هالشيخوخة الكتير مبكرة. أكيد. وكمان دكتورة يعني خلينا هيك ولو سؤال سريع، هل عم نشوف مستحضرات كتير عم تطلع بالآونة الأخيرة بمراكز التجميل اللي هي نوع من أنواع البخاخات اللي بتعطي لون للجسم بألوان مختلفة، من الأسمر للذهبي للبرونز؟ صح. خطورة استخدام هل إلى مخاطر ولا إلى أوقات؟ يعني مثلا أنا بصير بخ مثل هيك بخاخ وأطلع فيه على الشمس ولا لا؟ هذا مثلا يستخدم فقط مساء؟ تفاصيل صغيرة ولكن هي ممكن يكون لها تأثيرات سلبية بعدين. هلا اكيد كل هاي البخاخات اللي بتعطي هذا اللون او التان الحلو اللي الصبايا كلهم بيحبوه، هي خلينا نقول بيكون فيها مواد محسسه ضيائيه، يعني بتخلي الجلد ياخذ الشمس بشكل اسرع او انه يعطي لون بشكل اسرع. بس اكيد على المدى البعيد، يعني انه التعرض من دون هالمحسسات الضيائيه عم يترك اذيه على المدى البعيد، فاكيد هالتاثير التراكمي لهالمواد هي كلها الا ما يترك تاثير سلبي. فمثل ما حكينا يعني من التصبغات للشيخوخه للبقع كلها هي، بس ايمت تلاحظها الصبية أو حتى الشاب أو البنت يعني اللي عم يستخدمون بلاحظوا بالأعمار لما بصيروا هن مثلاً فوق 45، لما تبلش مثلاً هرموناتهم تبلش تتغير، الجلدة بتصير أرق، فهن بقى ببلش يشوفوا هالتأثيرات السلبية بس لسنين لقدام. طيب خلينا نحكي عن الخطوات الصحيحة السليمة لكل صبية عم تتابعنا اليوم للعناية بالبشرة وحمايتها من أشعة الشمس. هلا اهم شيء خصوصا اللي بينزلوا على الشغل كل يوم. صح. هلا اهم شيء واقي الشمس. في كثير ناس بتنسى يعني من السكين كير روتين الاساسي الضروري اللي لازم كل صبيه حتى لو استغنت عن كل الكريمات اللي ممكن انه تجيبها، واقي الشمس شيء كثير اساسي. عامل الحمايه الاس بي اف على الاقل ببلادنا لانها مش شمسه لازم يكون 50 وفوق. هلا كل الشركات الطبيه ببلشوا بالاس بي اف من 15 لل 100%. هلا نحن من 50 وفوق ببلادنا كثير منيح. هلا واقي الشمس في له تعليمات معينه لاستخدامه. اول شيء لازم نحن نحطه قبل ربع ساعه من وقت يعني قبل ما نطلع من البيت بربع ساعة. هلا إذا كان شغلنا كل الوقت بالشمس أو نحن مثلا قاعدين بجو فيه وهج فيه تعرض، لازم نكرره كل ساعتين لأنه هو ما بيحمي، ما بيعطي هالحماية أكثر من ساعتين. هلا إذا حكينا حدا بيعرق كثير، لا في كثير ناس بالصيف ما بتنتبه بتعرق بتعمل بإيدها هيك أو بمحرمة أو كذا، فأنت خلص راح واقي الشمس، راحت فائدته، ما بقى عم يحمي. بدنا نضل نكرره اذا كنا بنعرق كثير او بنشتغل برا ساعات كثير طويله، او الناس مثلا اللي بينزلوا على المي بيسبحوا او بالبحر او كذا، لازم كل ما طلعوا او كل ما فاتوا على المي لازم يحطوا يعني على مساحه واسعه، مو بس للوجه، حتى في منه للبودي كمان بيعطي حمايه اكثر، وخاصه الاطفال اللي كثير صغار وللاعمار الكبيره لانه الجلده عندهم بتكون كثير رقيقه وكثير حساسه. هلا بدنا كمان ترطيب ما فينا نستغني عنه ابدا مشان بشرتنا ما تنشف، لانه الصيف او الشمس بتنشف البشره كثير. الترطيب باشكاله المختلفه من الهيرونيك اسيد، الكولاجين، سيرومات، كريمات، اللي هو يعني الموجود بين المي اكيد شكل كثير اساسي. نشرب مي كثير السوائل عشان يصير الترطيب من جوا ومن برا. هلا بالصيف كثير بفيدونا السيرومات اللي فيهم فيتامين سي، فيتامين سي مضاد اكسده وبخفف كثير من التصبغات والبقع اللي ممكن انه تصير، بيساعد الجسم والجلد يرمم نفسه كثير بسرعه وبيوحد لون الوجه مشان ما يصير في عندنا هذا التفاوت اللوني. مثلا بيجوا الصبايا بيقولوا لي انه هون عندي هي المنطقه مثلا اغمق من باقي الاماكن، او مثلا الانف اغمق. فالفيتامين سي مضاد اكسده كثير بفتح البشره وما فيه تقشير وما له اي تاثيرات سلبيه، كثير مهم انه نحن نستخدمه هلا بالصيف. وهدول الاشياء يعني الاساسيه انه بين السيرومات والمرطبات وواقيات الشمس. اكيد. كمان دكتوره هلا خلينا نسال، اليوم كثير ناس هيك بتحتار شو بدها تختار لبشرتها، وفي كثير يمكن حتى مواد تجميليه صارت موجوده بالاسواق، بعضها بيعطي مظهر خدع انه هي مفيده لكن للاسف ما بتكون بنفس هي الفائده. بنسمع كمان عن واقيات شمسيه بتكون موجود فيها نوع من انواع الفاونديشن او اللون، هل لها تاثير ايجابي نفس الواقي الشمسي الفاتح اللي هو بلا لون او شفاف؟ هلا اكيد هلا كل نوع من انواع البشره له سكين كير خاصه فيه، يعني البشره الجافه غير الدهنيه غير المختلطه، يعني بيكون السواغات، في شيء بيكون مثلا اويلي فري، في شيء بيكون كريمي اكثر، في شيء بيكون ليكويد اكثر لحتى يناسب البشره. هلا وجود اللون مع واقي الشمس او لا، هلا هذا بيرجع حسب رغبه الصبيه، في ناس بتحبه بلون بتقول لك انه انا مشان ما احط فاونديشن او مشان ما احط اكثر، بس مو غلط لا ابدا مو غلط لا، لانه اساسا حتى الفاونديشن بالشركات العالميه كله بدخلوا فيه اس بي اف،
انه منه لون ومنه حمايه، وحتى اللون تبع الفونديشن كمان فيك تعتبري مثل طبقه ميلانين حتى انه بيحمي اكثر يعني بغض النظر، ابدا ما له اي سايد افكت او اي تاثيرات جانبيه، بس هذا بيبقى كل واحد هو وشو بيحب يعني صحيح. هو ورغبته. بالختام نصائحك سريعه لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، فينا نعتني ببشرتنا وما نتكلف كثير ببعض الخطوات اليوميه. طبعا هلا فينا الواحد يستخدم اشياء تكون اسعارها كثير مقبوله، ما كثير تكون مكلفه وتعطيها هالفائده اللي كثير مهمه، كمان خلينا نركز على الاغذيه او حتى الفيتامينز اللي غنيه بمضادات الاكسده، فيتامينات سي واي كمان كثير بتساعد هلا بالصيف انه ترمم الجلد بشكل كثير احسن، ومثل ما حكينا كريمات العنايه انه مينيموم كل صبيه مثلا يكون عندها غسول، هلا بالصيف كمان خلينا نركز الغسولات اللي فيها ساليسيليك اسيد او احماض الفواكه ابدا ما نستخدمها لانه هدول مقشرات بالعكس بيعملوا لنا تصبغات وبقع على المدى البعيد، غسول مع واقع شمس وكريم مرطب، ونهتم كثير بالنوم والغذاء الصحي والمتوازن. أكيد بالختام بدنا نشكرك دكتورة هلا على كل المعلومات اللي دائما بتزودينا فيها بكل لقاء، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. شكرا لك ولوجودك معنا اليوم.